دونك نحاول نعطيكم التفاصيل نتاع العملية الإرهابية اللي صايرة في بنجرداني لحد الآن نذكروا بها سفيان. هو هجوم استهدف مقرات أمنية ومقرات عسكرية. ماذا بينا نعطينا أكثر تفاصيل، وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع؟ لحد الآن نحاول ناخذ المعلومة من مصدرها معناها الرسمي. لحد الآن ما فماش معلومة رسمية، ولكن المصادر الإعلامية اللي موجودة على عين المكان وشهود عيان قاعدين معناها يعطيونا في تفاصيل العملية هذه. شو رأيك في العملية هذه؟ والله على ما يبدو تونس باش يعاقبوها عقاب كبير ما بين ظفرين على موقفنا من حزب الله. حزب الله دونك ثم ياسر عباد اليوم متربصه بتونس. شفت انت مجلس التعاون الخليجي البلدان نتاعو اليوم ولا تنخم علينا كلمه، رفضوا معناها دخول حتى نقابيين بيسور البارح الى البحرين. ايوا على ما يبدو معناها اليوم سايبين علينا الجحافل نتاعهم. أنا رأيي تعرفون ثابت سكر الحدود مع ليبيا، يعني اعتبرها منطقة عسكرية. توا وزير الدفاع البارح بركة يعلن يقول كل شيء حاضر ودرون وما درون وسيرفيونس، هي هاو يهاجموا فينا معناها قاعدين نتصداو. الجماعة ظالمين على السكنات. تعرف اللي عندهم مشروع باش يعملوا 3 إمارات على الأقل في تونس وقديم هذا، ويحبوا معناها حتى الجماعة اللي شدوهم في صبرتها يحبوا في اونتخ في لا مش صبرتها صبرتها في صبرتها صبرتها في صبرتها معناها فيهم جماعه تعرفوا انهم حبوا ينقضوا على منطقه ويعتبروهم غادي كقاعده. ولو شيما سيريان معناها بداوا تتذكر انت من الحدود مع تركيا الاردن هذاك ثم الحدود مع تركيا الرقه وغيرها فوالا، دونك يعتبروها معناها عندهم سانكتوير. بون في تونس اليوم احنا في حاله نواجه في الارهاب، بلاد كامله تواجه في الارهاب. اذا كان ثم رجال في البلاد وثم قائد حرب حقيقي تو يعتبرها منطقه عسكريه عازله ويسكر الحدود. ما سكر يا ولدي سكر الحدود مع ليبيا. اذا تستنى ايش عندك التونسي اللي غادي يقول له يروح ما عرفش يروح ما يروحش، شنو المشكله؟ قل له اعمل له امكانيه باش يروح. يا اخي ثم بلدان الامريكان ضربوهم في بيرل اربر شدوا كل ما هو زيوبريدي كمبوديا على لاوسيا على فيتناميا على شينوا على جابوني على الكل الكل على بعض. شدوا من بعد صفي. معناها اليوم احنا في حرب وجود، لسنا في حرب حدود. معناها وزير الدفاع قاعد يعمل في التشاتش الامريكان قاعد يحكي جماعه متواطئين هك تشوف مع مجلس التعاون الخليجي مدخلينا في حرب مذهبيه ضد ايران وضد الشيعه. ليه وناس اليوم معناها ايدها منطقه بالارهاب تعطي في دروس ولا يعطي في دروس والاخر يقول لك احنا حقنا ضربنا. راجل غنوشي متقلق على الامريكان ضربوا جماعه في صبرته وقال حق احنا ضربنا وكانوا احنا الجيش تاعنا. ما هذوكم ابناء وعاد ذكروا بشباب وشفنا الثقافه الجديده. وزير الخليجيه شفت معناها موقف نتاعو قال لا مش هكا ندير كيفاش عملتيها بالكربيسه. وزير الدفاع يحكي باش نعملوا قانون باش نشرعوا به تواجد الاجانب بقواعدهم وبجنودهم وغيره في تونس وتواجد توانسه في الخارج. ما يعرفش هو توانسه مش عملنا بعثه للكونغو انا ذاك من وقت باتريس لومومبا عام 61 والجيش بتاعنا كان حاضر. يعني باش يوريكم انه اليوم انا با دو شيف دو غير دون سو بيي، انا با دو جون اللي عندهم في كروشهم حاجات الزان باش يكونوا عندهم رجوله وفحوله وباش ياخذوا مواقف لصالح الوطن. سكر جد ام الحدود، سكرها هذه الحدود 459 كيلومتر سكر سكر ومن بعد صفي ومن بعد يعملها بالليل. ماكم سكرتوها بقالوا 15 يوم سكر المره هذه على شهر يسكر بوغ اون فوا سكر سكر واعمل فيزا واعمل واحد شنو الحاله هذه؟ هذه حدود معناها مسيبه بوغوز يهاجموا فينا يحبوا ياخذوا لنا قواعد عسكريه يحبوا يعملوا لنا واحد من سيكوا سا يا اخي. ما ثماش رجال في هالبلاد تقف وقفه حاسمه وتقف وقفه معناها واحد. معناها هذه الحدود نتاعنا يا اخي، عملنا الحيط وعملنا الفوسي وعملنا سيرفيونس الكترونيك اي من بعد بلو ريانو باس وكهوا بوان بار ما ثماش. اعمل هكا من بعد صفي. انت اليوم في حاله حرب. اليوم وزاره الدفاع الايطاليه تصرح تقول وانه سوريا قاعدين يحاربوا في الارهاب بالوكال علينا، والارهاب باش يدخل ميلانو وباش يدخل معناها البلدان الايطاليه من البوابات العديده. فرنسا وقفت شنغان مره واحده. بروكسل اليوم تحب تمنع شنغان، اعطت 700 مليون يورو لبعض البلدان. تشوف شنو صاير البارح بركه 25 معناها ماتوا في بحر ايجا الماليجي منهم 13 طفل ناس هاربه. الدمار والخراب شو الدمار والخراب يحبوا يشوفوه في قلب بلادنا. دونك اليوم نداء رئيس الجمهوريه باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه ونداء كذلك لرئيس الحكومه ولداء لمجلس نواب الشعب خذوا مواقف. ما كنتش في المستوى خلي غيرك بياخذ مواقف كهوا.
وظاهر اليوم اون فولو جينس كومونتاليزي يستعملونها في حروب مذهبيه طائفيه لا نقت لنا فيها ولا جمل ولا جمل وحبوا يستعملونا فيها خذينا موقف ليه هبطوا علينا جماعتهم هم يحركوا فيهم يا اخي معلش متغشين حزب الله وبعد غدوش يقول يديهم لطخة بالدماء حزب الله ومع الثورات المنزادة ومحمد بن سالم يقول كذا وعبد الفتاح مولي يقول احنا ضد شو ضد خطر حرب في الدواعش هو حرب في الدواعش وحرب في لبنان وفي سوريا زاد في المواقع الشيعية عاون فيهم هي كهو انتم داخلين بجنودكم داخلين بعبيتكم احلال عليكم وحرام عليهم اليوم بش اوريك وانه العملية ولات كبيرة واليوم دول كاملة مهددة واليوم يلزم في تونس نسمع صوت متاع إنسان وطني غيور حقيقي بورجيبيست بور دوبان وطني كيما صالح بن يوسف تونس التونسيين هذاك الشعار متاع المرحلة ويسكر جدهم هالحدود شين حكايه نعاود نقولها يسكرها الحدود سيبا وقل لها توا عامل تاني لا وع كيفاش وع يهو داخل منها كالدمار والحرب والسلاح والدواعش والمناظر الحرفة والديناميت والقتل والإرهاب والمخططات لناس في تونس يحبوا ينصفوا البلاد كاملة ويحبوا ينقضوا زاد على الجزائر ويحبوا ينقضوا على أوروبا أحد الحدود هذه ناخذوا منها موقف علاش اكسبليكي موا شنو التوانسه قولوا لهم يا خويا وزافي دي ديلي اخرجوا مشيو لمصر اجاو لتونس واحد تعمل عمليه الكل مسكرين كان احنا رانا معناه تقول كان احنا قاعدين حيت القصيه يتفحش علينا كيما يحبوا ويسبوا فينا ويردونا احنا دوله ارهابيه وهما معناه ب 1600 ولا ب 2000 ميليشيا وب 700 800 تنظيم ارهابي ولا ليبيا حمامه واحنا معناها الواحد احنا نوصم ليكسيبسيون فهذا ما يسمى بالصقيع العربي وليس بالربيع سي ليكسيبسيون تونيزيان كوم توجور وانه عندنا بروسيسوس ديموكراتي وعندنا حوار ديمقراطي في البلاد وعندنا غيره وحتى وان حبوا ينساقونا العنف ما صارش هذا والمجتمع المدني كانت وقفته حاسمه اونتروتر في معناها الرحيل هذاك اللي صار اعتصام رحيل وفي الدفاع معناها على دم الشهداء وفي كتابه الدستور وغيره دونك اليوم بكل صراحه انا اقول سيد رئيس الجمهوريه اذا كانك انت قائد اعلى قوه المسلحه تاخذ قرار بتسكير الحدود مع ليبيا سكر الحدود بوان كلمتين توا سكروا الحدود انتهى ما عادش قاعدين يهاجموا فينا ويبعثونا في جماعه ويحاولوا محاولات يائسه ولا يمكن تنجم يمكن غدا يخطف لك سكنه باش تعمل وكي يخطف لك ناس اونوتاج باش تعمل والناس اللي هربوا كل نهار وين هما متخبين موجودين في يا اخي شدوهم الكل الجماعات لا مشدوهمش اي متخبين وين متخبين في الاحراش ما في مناطق معينه وعندهم انفراستركتور وعندهم ماتريزاتور وعندهم حاجات عندهم سانكتوير في البلاد السانكتوير نتاعهم ليبيا وهذيك منطقه متخبيه لا عندهم سانكتوير في الطبقه السياسيه يقولوها اليوم تحملوا مسؤوليتنا خويا متفقين هذاك هذا مما لا شك فيه وعندهم سانكتوير في القضاء زاد اليوم خلينا نكون نقول نحكيو بالمقشر اليوم يسالش خاطر بلغ سيل زوبي هاو بحسب زميلتنا من البعزيزي فانه تقول تعزيز امنيه واخرى عسكريه وصلت لبنغردين منذ قليل معزه بطائرات حربيه وتقول حتى انه هناك معناها اخبار متواتره بانه فما تم سرقه زوج سيارات اسعاف من سبيطار بنغردين هذين نسوقوه بتحفظ الخبر في انتظار انه ناخذ اكثر تفاصيل وبربي ماذا بينا ناخذ المعلومه من خلينا نقول من وزاره الداخليه وزاره الدفاع